الحلوة دي يا متعجن في البدرية، وديك بيتن كوكو كوكو في الفجرية. يلا بينا على باب الله يا صنايعية، يجعل صباحك صباح الخير يا استاذ. صباح الخير من جديد. شايفين العشقة ما شاء الله غير شكل. طبعا لسه ما خلصت، ضايل هاي الغرفة والغرفة الثانية والحمام، ان شاء الله راح اخلصهم، يا يعني لازم اليوم يخلصوا. فاول شي بلشت بغرفة ضيوف، طبعا الساعة 6:30 الصبح، زي ما انتو شايفين لسه الشمس ما حميت كثير منيح، والجو عن جد شوب بهاي الايام مو طبيعي. فعندي اول شي هون كنت غاسله كل السجادات او الدعاسات الصغيره اللي عندي بالبيت كلها غسلتها، وطبعا هسه صارت ناشفه، برجعها بس اخلص كل الشغل كامل يعني على نظافه هيك احلى. وبعدين عندي هون الكراتين بدي اشيلهم من هون احطهم، يعني احطهم هون على الباب، اخليهم بالممر عبال ما اخلص وارجع كل شي. وليكم معاي، خلينا نشوف شو رح نعمل كمان في الغرفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي سويت لايف. أول شيء خلونا نصلي على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. رجعت لكم اليوم بتكملة فيديو مبارح. مبارح نزلت لكم عن تعزيل المطبخ ورجعت كل شيء بعد مشكلة الرحيل اللي صارت معي، فإذا ما حضرتوا فيديو مبارح روحوا احضروه بعدين ارجعوا كملوا معي فيديو اليوم. طبعا اليوم أنا منتجت لكم كذا يوم بخلال الفيديو، يعني صورت لكم مدة تقريبا أسبوع ومنتجت لكم إياها بفيديو اليوم، يعني عشان ما يطول عليكم وفي نفس الوقت ما تملوا وتزهقوا إنه شغل وتعزيل وهيك، لا منتجت لكم أكثر من فيديو مع بعض يعني. طبعا هون عندي انا سويت مبارح المطبخ زي ما شفتوا، وبلشت بغرفة الضيوف والصالون والحمام الله يعزكم. طبعا غرفة النوم انا بلشتها مع حالي يعني ما صورت لكم، فهون صورت لكم بس غرفة الضيوف، واللي عملته بغرفة الضيوف هو نفسه اللي عملته بالصالون او غرفة القعدة، فعشان هيك ما صورت لكم غرفة القعدة لما رجعت كل شيء لانه نفس الخطوات، وعشان ما تزهقوا يعني حكيت خلص بعطيكم الطريقة نفسها بغرفة الضيوف نفسها اللي سويتها بالصالون ورجعت كل شيء الحمد لله. انا هسه بمنتج لكم الفيديو طبعا بعد ما خلصت البيت كامل وصار معي احداث كثيره وخلصت كل شيء الحمد لله. طبعا بهذا الفيديو كمان اخذتكم معي مشوار هيك على الملاهي، وكمان اخذتكم معي مشوار عند اهلي هيك بشكل سريع، يعني حبيت هيك اعمل لكم جوله يعني بنفس الفيديو عشان ما تزهقوا. وهنا عندي اول شيء طبعا زي ما انتم شايفين الغرفة قايمة قاعدة وما في اشي مرتب، دايما لما تيجوا تنظفوا اي شيء اول شيء رتبوه ترتيب بشكل عام، يعني انه كل شيء رجعوه مكانه، والاشياء اللي ما بدكم اياها الله يعزكم من الزبالة وهيك كبوها، وبعدين بلشوا اشتغلوا. لما تيجوا تشتغلوا اشتغلوا جزء جزء، يعني بلشوا بالحيطان من فوق لتحت، بعدين الشباك، بعدين هاي الاشياء اللي فوق الثريا مثلا، البرادي. طبعا انا البرادي بخليهم اخر شيء قبل ما اخلص اخر شيء بالغرفه، بنزل البرادي بغسلهم وبرجعهم مكانهم على نظافه، يعني بكون طبعا منظف الحيطان الشباك الارضيات وكل شيء. وهنا عندي كمان شايفين حتى الثريا عملتها كل شيء نظفته، يعني تقريبا زي تعزيلة الشتاء، عشان خلص يعني بعدين مش راح ارجع اعزل هاي التعزيل القوية، راح يكون تعزيل سريع هيك او ترتيب سريع للبيت، ما راح يكون كثير تعزيل. شايفين يا جماعة الحمد لله قربت اخلص، بس قعدت هيك شوي اخذ استراحة لانه كثير تعبت والجو صار نار، مع انه الساعة 7:15 تقريبا الصبح بس الجو كثير حم. فاول شي سويت زي ما شفتوا الحيطان كاملين خلصتهم ما ضل شيء، وعملت كمان الشباك بس ما جبته معاكم لانه بخاف يكشف الجيران يعني، وكمان لمعت الثريا زي ما شفتوا. هاي الشغلات كلها خلصتها الحمد لله، وهناك كانت العرباية وهاي الاشياء حطيتها هون شايفين، بس هيك لما اخلص برجعهم اول باول يعني. وهون بس خليت البرواز عشان بدي اشيل الجرايد والمعه وارجعه مكانه واكنس وامسح الكنب والارضيات تمام، وهيك بكون خلصت. فيلا خليكم معي. طبعا زي ما شفتوا انا بكل غرفة كنت كاتبة على الكرتونة من برا، مثلا كاتبة غرفة الضيوف، المطبخ، الصالون، الحمامات الله يعزكم، يعني كاتبة على الكراتين من برا. ليش؟ عشان لما انزل على البيت انه اخلي العمال يحطوا لي الكراتين اماكنها، يعني
اللي مكتوب عليه غرفة الضيوف يحطوا لي اياه بغرفة الضيوف. طبعا خليت كل شيء بلون معين، يعني غرفة الضيوف لون معين، الصالون لون معين، المطبخ لون معين، هيك بيسهل علي كثير. فهون لما اجيت رجعت كل شيء مكانه، كان عندي الغرفة بس فيها كرتونتين او ثلاث كراتين، فحطيتهم بالغرفة، هيك سهل علي كثير صراحة انه اعرف انه هاي الكرتونة فيها اشياء لغرفة الضيوف بس. تمام، وزعت باقي الكراتين على باقي الغرف، هيك سهل علي كثير انه ارجع كل شيء خلال يومين ثلاثة كنت مخلصة كل شيء الحمد لله. طبعا بعد ما خلصت الحيطان والشباك والثريا وهاي الاشياء، بلشت عندي بالكنب. انا عندي الكنب على الداير، بلشت فيه جزء جزء، يعني بخلص الكنباية بنفضها من الغبرة، بجيب مكنسة الكهرب بكنسها جميع الزوايا وكل الاماكن الصغيرة والمبينة والمش مبينة كلها كامل بمكنسة الكهرباء. وبعدين جبت فوطة حطيت عليها شوي من المعطر المفروشات ومزيل البقع، يعني في حال اذا كان فيها بقع فيها اشي بتروح مباشرة، وليفت كل الكنبايات من يعني من قدام من وراء الكنباية، يعني من جميع الجهات لازم تكون تلمع لمع. طبعا هيك يعني انا استغليت انه هاي التعزيلة للشتاء، فحكيت خلص يعني خليني اشتغل بضمير. وبعدين هون عندي بلشت اجيب المكنسة الكهرباء اكنس البلاط، انا كثير بحب مكنسة الكهرباء للبلاط، بتجمع كل التراب كل الوسخ احسن من المكنسة العادية الطويلة، بحس الكهرباء افضل. فكنست جميع الزوايا، زوايا الشباك، انتبهوا لهاي الشغلة، كل شيء بمكنسة الكهرباء بينشفط هيك كامل التراب. وبعدين جبت الممسحة ومسحت كل الأرضيات يعني من ورا الكنبايات، يعني قبل ما أرجع الكنباية بسوي بالمكنسة مكنسة الكهرباء بسوي الأرضية وبمسحها وبعدين برجع الكنباية. طبعا هنا كمان اللهم صل محمد، الحيطان عندي في بس عندي جهة فيها برواز والجهة الثانية زي ما انتم شايفين الرفوف الخشب، الرفوف بملمع الخشب لمعتهم بفوطة ناشفة وصاروا بلمعوا لمع. بعدين اجيت لهذا البرواز صراحة كثير غلبني لانه له مسمارين وهيك مسمار بيجي زاوية، فغلبني كثير صراحة، بس الحمد لله يعني رجعت، حكيت بدي أرجع كل شيء ما بدي أستنى بس يرجع زوجي من الدوام وشي عشان خلص بدي أخلص يعني، فغلبني بس بالآخر زبط الحمد لله. لمعته بملمع الخشب كمان، كان صراحة عليه تراب لأنه تركته أكثر من 3-4 أيام وهو ملفوف بالجرايد. دايما لما تيجوا ترحلوا من بيتكم لبيت ثاني دائما اهتموا للتفاصيل، التفاصيل هاي كثير مهمة. شايفين البرواز اللي عندي أنا لفيته بالجرايد وحطيت كمان عليه لاصق الشفاف، تمام، عشان إنه يتثبت. شايفين كيف هاي غلبني عن جد. والله غلبني بس الحمد لله غير شكل. فبحكي لكم انه اهتموا للتفاصيل بالرحيل عشان ما يتكسر اشي معاكم، ما يتقحط، ما يتغير لونه، يعني دايما حافظوا على هاي الشغلات. طبعا جميع المرايا، الاشياء القزاز اللي عندي كلها لفيتها بجرايد وكمان بلاصق الشفاف، يعني هيك بيكون احسن وانظم. طبعا هاي العرباية الها عندي ما شاء الله 7 سنين من اول ما تزوجت، انا جبتها حتى بجهازي، يعني لما كنت بجهز جبتها هاي العرباي، ولحد الان ما شاء الله زي ما هي ونفس اللون، هي كروم ما تغير لونها ابدا ابدا. بملمع القزاز برش عليها وبلمعها بتصير بتلمع غير شكل، ما شاء الله بتصير مراية. وبعدين هنا لمعت الباب والحيطان القريبة، يعني هيك حسيت بدها فرق اكثر، يعني جبت فوطة وحطيت عليها البرسيل، شوي برسيل من البودرة، ولمعت الحيطان القريبة من ايدي زرار او كبسات الضوء وهاي الشغلات. شايفين هاي الغرفة عندي بعد ما خلصت ورجعت فيها كل شيء. طبعا انا ما صورت لكم بالتفصيل لانه كان التليفون بده ما فيه ذاكرة، فعشان هيك عملت هاي الشغلات كلها محالي وبس. وهاي الصالون عندي عملت نفس اللي عملته بغرفة الضيوف، طبعا البرادي نزلتها وغسلتها ورجعتها مكانها، يعني الحمد لله كل شيء صار غير شكل. وهي عندي الحمام الله يعزكم، عندي هاي المراي انكسرت معي من الزاوية بس ما حبيت اتخلص منها، حكيت خليها هيك شوي وبس. هاي تعزيلتي للبيت كامل، هيك خلصت البيت كامل الحمد لله. بعديها بيوم بالضبط اختي اجت عندي من السفر وحذرنا اشياء زاكية وقاعدة هيك حلوة. طبعا هي اجت عندي من محافظة ثانية،
اكيد عرفتوا يعني انا حكيت لكم امبارح، وبعدين هيك حكينا خلينا نطلع كمان نغير جو، يعني هاي التفاصيل كلها ورا بعض كانت يعني. فالحمد لله كثير كثير انبسطت انا وياها، وطلعنا وطشينا وعملنا جولة وانبسطنا كثير، وفي شغلات كثير صارت معانا حلوة واشياء مو حلوة، بس يعني الحمد لله. بعدين هنا رحنا على الملاهي في المقابلين، عن جد غير شكل، والجو كان بجنن خرافي، كان كثير حلو وما في كثير كثير ناس الحمد لله، يعني كثير انبسطنا. شايفين هاي اللعبة غير شكل، هاي اللعبة صراحة بتخوف، ما طلعنا فيها لأنه أنا صراحة خفت يعني، كثير عالية عن جد بتخوف. شايفين بهاي، شايفين هاي بتلف وبتحسي حالك مرتاحة، بس انه على عالية، بس عن جد بتخوف، بس كثير حلوة عن جد، كثير انبسطنا الحمد لله. هون كمان في العاب، شايفين طبعا في اشي يعني شغال وفي اشي لا، عشان انه ما في عدد كبير. هاي الالعاب، هاي القرية الاردنية كبيرة، شايفين يا جماعة خلصنا بعد ما لعبنا وتعبنا، هسا مروحين عن جد، ولعبنا بهاي افرجيكم اياها المقص، بس كثير كانت بتخوف. هاي ها هون شايفين هاي المقص اسمها، كثير بتخوف، حبيت افرجيكم اليوم هيك الملاهي. عن جد الحمد لله كثير 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 انبسطنا وغيرنا جو، وطلعت كل التعب والشغل وهيك، عن جد والله انبسطت كثير لما طلعنا على الملاهي، عن جد طيرنا كل الزهق. بعدين تعشينا وروحنا على البيت، وثاني يوم كان يوم الجمعة، طبعا لازم يوم الجمعة بخور وقهوة سادة وأجواء الحلوة، وفي الآخر بالليل مس الخير يا جماعة، كيفكم؟ احنا هسه بشحيص، شايفين هالدوار اللي في حيص، طبعا الجو براد غير شكل بجنن صراحة، منطقة كثير حلوة وهيك راقية. هاي شايفين، حبيت اخذكم هيك جولة سريعة. وهيك يا جماعة احنا هسه بماحص، الجو عن جد بجنن غير شكل، شوفوا شيكم، شايفين، شوفوا شوفوا يا جماعة ما شاء الله. عند دوار ماحص، شايفين لسه مش مبين، هسه ببين، هي ان شاء الله، هيو شايفين مكتوب ماحص هذا الدوار. وهيك اخذتكم معي جولة بفحيص بماحص، جولة سريعة، لانه بتعرفوا بعد هاي الفترة الطويلة من التعب والارهاق وهيك، حبيت بس اخذكم جولة سريعة، كانت كثير الاجواء حلوة. وبعدين بعد يومين تقريبا او ثلاثة اجتني سفرة على محافظة اهلي، وانا هون بالطريق نازلة عندهم. وبس هاي الفيديو ان شاء الله تكونوا حبيتوا واستمتعتوا فيه، بشوفكم بالفيديو الجاي، ديروا بالكم على حالكم، سلام.